أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. بعدما انتهت الجولة السادسة من محادثات السلام السورية في جنيف، ألمح المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن إمكانية عقد جولة سابعة من المحادثات بحلول شهر حزيران يونيو المقبل. وقال دي ميستورا في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي إن أطراف النزاع أبدت تقبلا لعقد جولة سابعة من المفاوضات بغية إحراز تقدم في المسار السياسي لحل الأزمة السورية. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قرية شمال غربي مدينة الرقة شمال سوريا عقب مواجهات ضد تنظيم داعش في إطار المرحلة الرابعة من معركة غضب الفرات. وأفادت قوات سوريا الديمقراطية أنها سيطرت على قرية السلحبية الغربية وعثرت خلال حملة تمشيط واسعة على مدافع هاون وطائرة استطلاع وبعض الأسلحة. صدر بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أشار إلى أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض. أوضح البيان ضرورة وحدة وتكامل الجهود بين التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده واشنطن بمشاركة المملكة العربية السعودية من جهة، وبين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده السعودية من جهة أخرى. حثت الصين جميع الأطراف على الحفاظ على الهدوء وضبط النفس بعد إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا متوسط المدى. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية معارضة بلادها لنشاطات كوريا الشمالية الصاروخية التي تنتهك فيها قرارات الأمم المتحدة. بدأ معارضو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أسبوعهم الثامن من التظاهرات رافضين التخلي عنها أو وقفها من دون تحقيق هدفهم بإعلان تخليه عن السلطة، بالرغم من أعمال العنف التي أسفرت عن 48 قتيلا منذ بداية شهر نيسان أبريل الماضي. وقام الاتحاد الطبي الفنزويلي بمسيرة في اتجاه وزارة الصحة دعما للمعارضة قبل مسيرة من أجل السلام دعا إليها الرئيس مادورو غدا الثلاثاء. حقق الإصلاحيون المعتدلون الإيرانيون فوزا في الانتخابات البلدية التي نظمت الجمعة الماضية تزامنا مع الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس حسن روحاني بولايات ثانية، وأصبحت ثاني مدن البلاد وثالثها بعد العاصمة طهران تحت سيطرة الإصلاحيين، في حين عززت النساء من حضورهن في مدن مثل طهران حيث أصبح عددهن 6 نساء من أصل 21 في المجالس البلدية. إلى اللقاء.